السلام عليكم أعزائي التلاميذ وأعزائي التلميذات، ومرحبا بكم من جديد. تلاميذ السنة الثالثة إعدادي في إطار الاستعداد لامتحان الجهوي، اليوم إن شاء الله غادي نخدمو الدرس ديال سيستيم دو دوز إيكواسيون. غادي نبداو بأول سؤال اللي كيكون في الامتحان الجهوي، اللي هو لو كوبل 3-1 إيتيل سوليسيون دو سيستيم، يعني واش 3-1 حل هاد لو سيستيم هذا. كما كتلاحظوا ان هذا لو سيستيم فيه جوج ديال لي زيكواسيون، كاينه ليكواسيون الاولى اللي هي 2x - y = 5، وليكواسيون الثانيه اللي هي x + y = 4. شاش كتشوف العنوان يعني سيستيم دو دو زيكواسيون، غادي نشوفوا حنا هذا لو كوبل واش كيحقق هاد المعادلات في نفس الوقت، لان بعض المرات كنتسرعوا كنعوض في الاولى كيصدق كنقول فوالا لو كوبل راه سوليسيون ديال هاد السيستيم، وهو يراه ما كيحققش في ليكواسيون الثانيه. نبداو نجاوبوا على هذا السؤال هذا. دونك لا ريبونس سهله، غدير سيدي بوغ اكس تيغال 3 اي ايغريك ايغال 1، وغادي غتومبلاسي هنا تومبلاسي في لا بروميير ايكواسيون، يعني 2 فوا 3 اللي بدنا x بثلاثة موان y اللي غادي يولي واحد، كنحسبو مكتبوش يساوي خمسة، نحسبو 2 فوا 3 6 6 موان 1 ايت ايكال 5. دونك هاي لا بخوميير ايكواسيون اي فيريفي، غندوزو لا دوزيام ايكواسيون، غنغومبلاسيو x بثلاثة، هاي سيدي ثلاثة بلوس y اللي هي واحد ايت ايكال 4. كما كتلاحظ هنايا ملي عوضنا اكس و ايغريك 3 1، هاد لي دوز ايكواسيون سون سيميلتانيمون فيريفي، يعني في نفس الوقت تحققوا لنا هاد لي ايكواسيون. نكتبو لو كوبل 3-1 اي سوليسيون de ce système. سالينا القضيه اللي شرحت لكم ليها، نعطي مثال فيها. مثلا كي كيتسرع كيعوض غير في ليكواسيون الاولى، نعطيو ان اكزامبل. مثلا مثلا جا الاستاذ عطانا السؤال هذا، قال لك لو كوبل 5-2 est-il solution du système. Attendons le système à la cas. 2x moins y 3x plus 5x plus 5y est égal. Telan, on a terminé, on a 4. Et j'ai, pas de limite, j'ai dit, j'ai dit vérifier l'équation de l'eau. J'ai dit pour x est égal à 5, y égal à 2. يتأكد من هذا، يقول 2 فوا 5 موان 2، تعطيه هنا 10، 10 ناقص 2 كتساوي 8، ويزرب يكتب وي. دونك هذا راه سوليسيون ديال لو سيستيم، وراه خطأ عندو. علاش؟ لأنه إلا مشينا ليكواسيون الثانية اللي هي 3 فوا 5 بلوس 5 فوا 2، هنايا 5 عوضت هنا 2 هنا، تيكال 3 فوا 5 15 بلوس 10 تيكال 25، و 25 ما كتساويش منها 4. ها هو سوليسيون حقق لينا ليكواسيون الاولى، ولكن ليكواسيون الثانية لا. وبالتالي هنا كنقول دونك لو كوبل 5-2 يعني نا با جو سوليسيون، n'a pas une solution de ce système. ليس بحل لهذه النظمة. ثم دابا عندكم هاد لا كيسيون ديالك، غادي دير بوز لا فيديو، غتهز ورقة وستيلو وتحاول تجاوب على هاد السؤال هذا وتخليه عندك. في نهاية لا فيديو، إلا ما كانش فيديو طويل بزاف، راه غادي نجاوب لكم على هاد الأسئلة هادو، أكيد غادي نجاوب. داكوغ، حاول تجاوب دابا على هذا، انت هذا ديالك.
ندوزو بعد ما جاوبتو على هذا ندوزو لابارتي الثانيه اللي هي كومون ريزودر ان سيستيم، كيفاش تحل واحد السيستيم. عندنا ثلاثه ديال الطرق، عندنا سبستيتيسيون وعندنا كومبينيزون لينير وعندنا غرافيك. غادي نبداو بلا سبستيتيسيون. سبستيتيسيون بالعربيه هي التعويض. كتشوفوا هنا هذا السيستيم اللي عندي، عندي 3x plus y est égal à 5 وعندي 2x moins 2y est égal à 14. هاد لو سيستيم باش نحلو غادي نخدم بلا سبستيتيسيون يعني التعويض. اش كندير؟ كنعزل y. y شنو كيساوي؟ كيساوي 5 ناقص 3x. علاش نمشي ندير y بالضبط؟ ديما كنمشيو لدوك اللي ما عندهمش دي كويفيسيون، كيجيونا ساهلين في الطريقه هذه. هاد لا ميثود سبستيتيسيون كتكون مخيره الا كان اكس معزول بحال هكذا، يعني ما عندوش كويفيسيون، مثلا عندك هكا اكس ولا ايغري بحال هكا. داكوغ، دابا انا غنمشي لهاد لا بروميير ايكواسيون وغادي نيزولي ايغري. تبعوا معايا. دونك الا بغينا نحلو هاد السيستيم كنبداو على بركه الله، كتعاود تكتب لو سيستيم من جديد. اون كتب اسيدي لو سيستيم ديالك ووقع ديال التحرير 3 اكس بلس ايغري ايغال 5، 2x moins 2y est égal à 14. Adji, ad isole y. Y يساوي 5 ناقص 3x. باينة. الإيكواسيون الثانية ما غتكتبش y، غادي تعوض. باش غتعوضو؟ غتعوضو بهادي بخمسة ناقص ثلاثة إكس، غير هو متنساش الأقواس. شوف معايا، غتكتب دو إكس موان دو، يعني أوليو باش نكتبو إيكغيك نكتبو شحال كيساوي أون فونكسيون دو إكس. هاهو إت إيكال أ كاتوز. بحال جرتي على إكس من هاد ليكواسيون هادي، ولات عندك إين إيكواسيون ا ان سول انكوني، فيها غير واحد المجهول. كمل هادي، بقى كتب هادي من هكا 5 موان 3 اكس، هنايا ديفلوبي 2 اكس موان 10 موان 2 فوا موان 3 سي موان 6 اكس. داكوغ، وردو البال لي سيني موان فوا موان سي بلوس انتيغال 14. أو ديما نفيريفيو 2x 2 x 5 سيبا. كمل الفوق، خلي كيما هو 5 موان 3 اكس. انت خدام غير على هاد ليكواسيون هادي، 2x بلس 6 اكس 8 اكس كتساوي 14. هادي اوبلا شي اخرى بلس 6 انت ايكغيك تيكالا 5 موان 3 اكس 8 اكس 14 زائد 10 شحال كتساوي؟ 24. احنا بشوية علينا اوبلا، اكس كيساوي 24 على 8. هنا ايغريك كتساوي لنا 5 ناقص 3 اكس زيد ايطاب باغ ايطاب. اكس كتساوي 24 مقسوم على 8 كتساوي لنا 3. دابا لقيت اكس، كنرجع لهنا كنعوضو، نكتب اسيد ايكغيك كتساوي 5 ناقص 3 مضروبة في 3، يعني 5 ناقص 3 تيكالا موان موان 4 موان 4. ونجي في الاخر نكتب لو كوبل، ديما كنبداو باكس 3 moins 4 et solution de ce système. On fait un passe, ça lit de bonheur k, c'est bien équivaut à juge non 4 équivaut à non 4 équivaut à يكيفو ا. المهم نكمل،
عاوتاني مشي للوثائق ديالك وتفيغي فيه واش الجواب عندك صحيح ولا لا، لان راه نقيت هذا نهار الامتحان ديالو وانت تاكد من الحل ديالك واش صحيح ولا لا. انت قادر تاكد؟ تاكد. نبداو. عندي هنا 3 مضروبه، الحل اللي لقيت هو 3 اه في 3 زائد ناقص 4. نحسب هادشي نشوفو صحيح. 9 ناقص 4 كتساوي 5. ماشي نتاكد غير من هذا ونزرب، لا تجي الاخرى هادا هي 2 × 3 − 2 × 4 = 6 + 8 = 14. دونك هنا كنرتاح كنعرف ان الجواب عندي صحيح، ما نحتاجش نسول شي واحد نقول له واش لقيتي في لو سيستيم 3 ناقص 4 ولا المهم صافي متاكد منه. نتوما دابا هي لا كيستيون ديالكم، غادي تخدموها بنفس الطريقة، يعني اون يوتيليزون لا ميثود ديال سبستيتيسيون. نمشيو دابا لا كومبينيزون لينيير. كومبينيزون لينيير هي تأليف الخطير. قبل ما نديرو هاد لا كومبينيزون لينيير خاصنا نتفكرو واحد الحاجة، خاصنا نتفكرو يعني المضاعف المشترك الأصغر. يعني خاصك تولي تعرف كيفاش تحدد المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف المشترك الأصغر بين جوج وخمسة هو 10. هنا غنحتاجو هاد المهارة هادي. شناهو المضاعف المشترك الأصغر بين 3 و5؟ 15. داكوغ. شناهو المضاعف المشترك الأصغر بين 2 و6؟ 6. يعني يكفي أننا نضربو جوج غير في 3 صافي لقيناه. المضاعف المشترك الأصغر بين 4 و8؟ 8. يعني نضرب غير 4 في 2 تولي 8. 3 و9، يعني يكفي أننا نضرب غير 3 في 3 تعطيني 9. بحال ديك المهارة ديال توحيد المقام، غادي نحتاجوها في هاد لا ميثود هادي اللي كتسمى كومبينيزون لينيير. دونك لو سيستيم ها هو، نتمنى يكون واضح. قلنا شوف معايا دابا كيفاش غادي نخدمو هاد لو سيستيم. هاد لو سيستيم ملي كنبغيو نخدمو بهاد كومبينيزون لينيير، يعني حنا كنجمعو هاد ليكواسيون مع هادي كنديرو ليهم زائد. الا جمعنا دابا هاد السطر مع هادا، 3x + 5x شنو غتعطينا؟ غتعطينا 8x. ناقص 2y + 4y غتعطيني 2y، يعني ممشى حتى شي واحد فيهم. حنا كنحاولو نخدمو بواحد الخاصية معروفة بهم لي زيكواسيون، يعني كنضربو طرفي المعادلة في نفس العدد، حيت المعادلة ضربتي هنا في طرف في نفس العدد الطرف الآخر في نفس العدد ما تتغير حتى شي حاجة. بالتالي هنا نفس الشيء، أنا خصني نضرب هاد الطرف في عدد وهذا في عدد وهذا في عدد في عدد، وملي نجمع هاد جوج كيمشي واحد فيهم سواء إكس سواء إيكغيك. غنبداو حنايا بغينا نإليمينيو هاد إكس، هذا مبغيناهش يبقى، يعني كنمشينا لهاد ليكويفيسيون. عندنا 3 وعندنا 5. كنسول راسي سؤال بسيط، ما هو المضاعف المشترك بين 3 و5؟ هو 15. مزيان، يعني خاصني نضرب الفوق فاش نضرب الفوق في 5 ونضرب لتحت في 3. ولكن الا ضربت هنا في 5 وهنا في 3 بجوج بين بغا يكونوا بوزي بوزيتيف، يعني الا بدا فيهم واحد ما يكون نيجاتيف، يا اما ندير ناقص 5 هنا ولا ناقص 3 هنا. دير ناقص 3. كنكتب المعادلة كما هي، 3x − 2y = 4، هنايا 5x + 4y = 14. عاد كنجي كنحسب هنا. دونك 5 × 3 = 15x، 5 × 2 = 10y، 5 × 4 = 20، −3 × 5 = −15x، −3 × 4 = −12y، −3 × 14 = -، −3 × 10 = 30، −3 × 4 = 12 = 42. داكوغ. هنا دابا غادي نسمي هاد ليكواسيون أن، وهادي غنسميها ليكواسيون. يعني كنجي كنكتب يعني اون كالكول لنحسب ليكواسيون 1 + ليكواسيون 2.
غنجمع هادشي هذا مع 15 اكس زائد ناقص 15 اكس صفر ناقص 10 ايغريك زائد ناقص 12 ايغريك هي ناقص 10 ايغريك زائد ناقص 12 ايغريك كتساوي 20 زائد ناقص 42 هي 20 ناقص 42 كتساوي هنا الله يرضي عليكم اشنو درت باش تفهموا هاد لي طاب لي هنايا غنطري في القسم ملي درت هاد المرحلة هادي مفهموهاش دونك عندي هنايا 15 اكس ناقص 10 ايغريك كتساوي 20 ياك هنا عندي ناقص 15 اكس ناقص 20 ناقص 12 ايغريك كتساوي ناقص 42 هنا بحال درت عملية الجمع جمعت هادي مع هادي هذا زائد هذا صفر هذا زائد هذا ناقص 10 ايغريك ناقص 12 ايغريك هذا زائد هذا 20 ناقص 42 كتلاحظوا ان هادشي اللي هنا وهادشي اللي كتب هنا باش تفهموا العملية اشنو درت فوالا نكملو دونك موان 10 ايغريك موان 2 ايغريك هي شحال هي موان 22 y. بون نحسب هادي 20 موان 42 هي موان 22 y كيساوي ليا موان 22 سور موان 22 y كيساوي 1 انا لقيت لا فالور ديال y اليمينيت x يعني حيدت x وتلاقيت y بنفس الطريقه غادي نيليميني y ونتلقى اكس نرجع نعاود نكتب لو سيستيم ديالي من جديد 3 اكس موان 2 ايغريك تيغالا 4 5 اكس بلس 4 ايغريك تيغالا 14 انا دابا غنمشي لي كويفيسيون ديال ايغريك عندي هنا موان 2 وهنا 4 غنسول راسي سؤال بسيط شنو هو المضاعف المشترك الاصغر بين 4 و 2 هو 2 باردون هو 4 يعني يكفي انني نضرب هنايا في جوج غيولي هذا 4 وكنتاكد كنشوف نيت واش هذا غيكون نيجاتيف داكوغ وهذا بوزيتيف يعني يكون عندهم دو سيني كونتخيغ صافي يعني انا غنضرب غير في واحد وهنايا في جوج ونحسب اسيتي كتب بزرق فوالا 2 فوا 3 اكس سي 6 اكس موان 4 ايغريك انتيغال 8 عاوتاني هنايا 5 اكس بلس 4 ايغريك تيغالا 14 سمي هادي ليكواسيون 3 وهادي ليكواسيون 4 اون كالكول نحسب او 3 بلس او 4 اي اون تروف جمع هادا وهادا هو 6 اكس زائد 5 اكس هادو ملي غتجمعهم غتلقى 0 8 زائد 14 يساوي هنايا 11 اكس 8 زائد 14 هي 22 دونك اكس كتساوي 22 على 11 اكس تيغالا 2 او اكس دونك لو كوبل 2 1 اي سوليسيون دو سو سيستيم السؤال ديالكم نتوما ها هو يا غتخدمو بلا ميثود ديال كومبينيزون لينيير غتجاوبو على هاد الأسئلة هادو اللي عندكم عندنا ثلاثة الأسئلة السؤال الأول هو لو كوبل 5 1 ايتي سوليسيون دو سو سيستيم ها هو داكوغ السؤال الثاني ها هو السؤال الثالث هو نشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد فوالا الاجوبه ديال لي كيسيون اللي حطيت لكم في لا فيديو لا بروميير كيسيون ها هي لا ريبونس ديالها كتشوفوها يمكن دير بوز لا فيديو شوف لا كوريكسيون عندك واش صحيح ولا لا لو سيستيم الاول الحل ديالو هو ناقص واحد جوج بطبيعة الحال استعملنا لا ميثود ديال سوبستيتيسيون لا كيسيون 3 الجواب ديالها لا دونك
بوغ إيليميني إكس ضربنا في ناقص جوج وفي خمسة، كي اللي غيضرب في جوج وفي ناقص خمسة مكاين حتى شي إشكال هنا. المهم غيتلقى إيكغيك فيها ناقص واحد على ثلاثة، إكس غيلقى فيها ربعة على ثلاثة، لو كوبل كاتر سور تخوا مو أن سور تخوا هو لا سوليسيون ديال هاد السيستيم هذا. ونكون بهذا أنهينا الدرس ديال لي سيستيم. باقي في لابارتي التانية ديال ريزودر غرافيكمون، ثم لي بروبليم اللي كيكون الحل ديالهم سو فورم دان سيستيم. وإلى اللقاء في فرصة قادمة.